بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب قناة لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم إن شاء الله تعالى راح أتكلم عن التصريحات اللي هي البيرميشنز. أوكي، هذا بيرميشنز، أوكي أعتقد أنه صح. أوكي، بس عشان تعرفون البيرميشنز معناته تصريح، لأنه راح تشوفونه كثير بلينكس أو جنو بشكل عام. أوكي، التصريح والفائدة منه هو أنك تعطي الملف هذا تصريح أنه يشتغل أو تعطيه تصريح أنه ما يشتغل. يعني تعطيه تصريح وتشيل التصريح منه. اول حاجه شلون نشيل التصريح ونعطي التصريح؟ لازم يكون عندك ملف شل بالبدايه. تكلمنا عن طريقه انشاء ملف شل، راح انشئ ملف شل الان. اللي ما يدري شلون انشئ ملف شل يرجع للدروس الماضيه. اوكي، ننشئ ملف اسمه مثلا تيستينج دوت شل، انتر. راح نسوي اللي هي شيبانج بن باش، ايش حابين نسوي؟ راح نسوي اكو شكتب اي لاف جنو لينكس 2. الدرس الماضي قلت احب الاسلام مره احب جنو لينكس. اوكي، كنترول اكس واي عشان نسكر ونحفظ، انتر. الان لما نحاول نشغل الملف اللي هو بالشكل هذا التشغيل تيستينج دوت شيل، راح يقول لك نو بيرميشن دينايد، اللي هو تم رفض التصريح. تكتب سودو تشينج مود زائدا اكس، لاحظ انه علامه زائد بعدين اكس بعدين تيستينج دوت شيل، انتر. الان لو زين الشغل الملف مره ثانيه اشتغل معنا وكتب اي لاف جنو لينكس 2. اوكي، الان ايش راح اسوي؟ راح اشيل التصريح. شلون اشيل التصريح؟ قلت لك لاحظ ان علامه زائد، راح نستبدل علامه الزائد بعلامه ناقص فقط لا غير، ناقص، انتر. اوكي، نحاول نشغل الملف مره ثانيه، انتر. رفض، قال لك بيرميشن دينايد. لما انك حاب تتعرف على تصريح ملف معين تعرف انت هل عندك قابليه لتشغيل الملف او لا، تكتب الاس ناقص ال اسم الملف تيستينج او مساره شل، انتر. ظهر لك التصريح، ان التصريح ريدبل رايتبل عن طريق الروت فقط، تمام. اما انت كمستخدم عادي ما عندك صلاحيه، زي ما انت شايف اسم الروت طالع هنا. لو اجينا وعكسنا التصريح الان واضفنا له تصريح، اوكي، ورجعنا نشيك على الصلاحيات عندك، راح تلاحظ انه ريدنج رايتبل اكسكيوتبل بنفس الوقت هنا بنفس الكلام، وتلاحظ انه عندك امكانيه انك تسوي اكسكيوت وتشغيل، تمام. طيب، تعرفنا على طريقة الإضافة، تعرفنا على طريقة حذف التصريح، وتعرفنا على طريقة التأكد من المالك للملف. المالك للملف حاليا هو روت. كيف أغير المالك للملف؟ أنه أنا أصير مالك للروت وليس مالك للملف وليس الروت. نفس الطريقة، سودو تشينج، لكن هالمرة تكتب اون، أوكي، وبعدين إيش تكتب؟ تكتب اسمك الكريم والمجموعة اللي أنت منضم له، أو اسمك فقط عبد المجيب. ايش هالملف اللي حاب تسويه؟ تاخذ لك تيستينج دوت شيل، انتر. الان خلونا نستعرض الملف، راح تلاحظ انه الملف مملوك بعبد المجيب اساسا ضمن مجموعه روت. طيب كيف اغيره من مجموعه الروت الى مجموعه يوزرز مثلا؟ تروح تسوي نفس الطريقه لكن تحط نقطتين يوزرز، انتر. راح نسوي تعارض مره ثانيه، راح تلاحظ انه تم تغيير الاسم والمجموعه، صار تابع لمجموعه يوزرز بدل ما هو تابع لمجموعه روت. درس خفيف بسيط، يهمك جدا ان لما تكون على سيرفر معين ما حاب ان احد يتدخل بهالملف هذا، تقوم تغير تصريحاته او تشيل تصريحاته بحيث انه ما حد يوصل له ويشغله. الى انتهى درس اليوم تعلمنا على التصريحات وكيف نسوي تصريح ونشيل التصريح، ومع السلامه.